بعيدات تراكم تروني في القلوب على البعد وذكراكم عندي فعندكم روحي وذكراكم عندي. ونزيد لك بوسه على الجبين ياك. يقولوا العقوبه ما طاعت الوالدين. صح ابو علام، راح تخدم شوف العتين وبركه ما تلعب في هذوك العينين. يما ياك وصيتك على هذا الكرسي انا غير عليه قلبي وقف. يا ولد انت هذا ما تعرف غير كل صباح علي اللي جيت سقسي. اخرج علي قبل ما تطيرها لي. انا مانيش نلقف. ما تاخذيش عليه، تعرف فيه بو هادي. فتيحة قولي لي اليوم السمن صاحب ولا نيلي؟ يما علاش كل صباح تشغلي بالك؟ امشي القاتلي كان. انا يا بنتي مانيش بحالك، نمشي ديما على سيرة الزمان. ايه باش من بعد شوية تناديلي فتيحة اجي بالدليلي. راكي تشوفي العبد مشغول، انا الحياة هادي ركبت فيا الدبول. انا ما نسمعش في محل متلفتون باش حد ما عنده ما يقول. صباح الخير الحاج ياسيبتي. نهارك مبروك يا راجل بنيتي. انا نخدم بنيتي ربي عالم.
دوك نبدا بحال بابا سالم في وسط مدينه ندور باب الواد بالكور. الله يهديك سيدي مراد، هذا ما كاين حومه في البلاد. من القطار لسيدي محمد، بنادم ما ينساش ديما يشكر ويحمد على خاطر الدنيا تفنى والدراهم زبل حاجات وعلى جالهم العبد يهبل. مراد انا نعرف صحاب القفازه في المرسى ولا المطار يدبروا الخبزه. انا خاطيني الفنادق ومراكز السياحيه، انا ديما نخدم مع القليل، وكما يقولوا البركه في القليل. وقويمك كالصبحت شويه ما زال هم يسطروا عليا، ربي يجيب الشفاء منا العشية. كي صبحت عمي مراد؟ نهارك مبروك. في هذه الساعة لاباس يا عبد المجيد، نحمدوه ونشكروه كثير. راك تشوف واش راه يصير؟ كي سمعنا هذه الكلمة دي تعراني لاباس نحير. شوف المعيشة كيش رايحة 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 وتزيد. يا خويا واش تحب تدير؟ الله غالب، ما ينفع لا طبيب لا طالب. جمال خف روحك شوية، الشغل مازال يسنى فيا. وين هو اليوم الحل المفيد؟ غير قول مازالوا بعيد. انت مقرك تخدم طاكسي. خليك كيما الناس راهي في المعمعة مباصي. واش نقول انا اللي في المرسى نقاصي باش نوكب نشرب ونكسي. هادي مرأة وهادي اختي وهادي طاشمة تاع الدرية. يا سيدي خوك علون كبير من حقه يعاونك شوية. ما جايح بحالك هذاك هو القماش. يا ولد راه تحوس على الخدمة. هادي هما روحهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها كل صباح يجي ياخذ بالأكلة. تسوق ديال الديون. وكمام عاجب. أنا في الخير والعافية نخليكم. الله يسهل. الله يعاونك خويا أبو علاء. مالا سي الزبير يحب الخاتم على صباعه ولا ما يشقاش؟ يا ودي كل ما نسقسيه يقول لي ما لقاش. والله غير شي ديالي ما نلقى نعاسي. واقيلا تبات تهترف. أمي مراد تعرف هاي كاش نهار أنا وياها ما تفراشي من فوق الدروج راني نقرقبو. شبيك يا راجل؟ باش تباصي؟ وعلاش مارا اللي ساكنة في قوجا جنان؟ بصح يقولوا ربي يعطي الفول اللي ما عندوش سنان. والله إلا رانا في وقت صعيب. إيه بنادم في حوم وحش روحو غريب. لا رحمة عند الخو ولا عند الحبيب. ها وكا غدوة الدار عليا تريد. وين راه مدتك راسي؟ أو أجلها صحيحة. لا هذيك اللي عريضة ومليحة. هذا ماشي مرتي هذا نصيبتي. مرتي وين؟ الله يرحمها ويوسع عليها. خالتي في الروجة شتيها. تعرف اللي رحل من هنا هذا بصح قلت لنا. المجتمع تبدل وفسد، صباح مبلوكي بحال طريق السد. يا لطيف ولطف ياك يقولوا تدي ما ترد. اسمعي واش راني نقول. الحمد ربي اللي عطالك الفتله والمجبود والطرز ديالك. هاد الصنعه في اليدين اللي خلوها لنا الوالدين واللي ورثناها من وقت دار السلطان. ماني ماشي جدتك الكبيره كانت طباخه؟ معلوم طباخه وحضاره وبالطبع والشان. خدمت 50 سنة عند الرئيس زغلول القبطان. ياه ماشي عند خدا وجناح من الزواخه. هيا انتي روحي لشغلك في الكوزينه وبركه ما تقلقي فينا. اسمع شوف وجرد، الدنيا تجي تقول رانا في طراد والغاشي يغلي كي جرد. عائلة واحدة أخرى من كوبا. هذه توال من البارح في الليل ربت
لا لا غير كيما كانت بزاف خدمه. ان شاء الله حد ما صابت. غير الطريق مقطوعه مزيانه سهربت الحومه كلها مخلوعه. خساره في الجزائر العاصمه صبحت كلها مخروبه. يا منظرة كيفاش تكون العقوبة. هو القصبة طاحت في القرات البارح كانت قبطان واليوم صبحت كبران. ليك يا الحاج ليك اليوم تاع السيادة وعومة فرمينا ولا في راس المول. لا لا الحاج في راس عمار. حقا على بالك بناش الحومة وش راي تقول. ان شاء الله كلام صواب ومسؤول. واش بيه اليوم الزاو وش عتقول؟ صباح الخير خالتي دوجة. اسمعني بقى خالتي خدوجة. واش كون داصلنا على الشباشي؟ ايه البرج ديالهم راب بقاشي. بوز يا اخي ان شاء الله سلامات. ها مزية كانوا عندهم سيرفو في الحمامات. واش بيه الحمام مات؟ ها؟ لا لا الحمامات برومان. يا هل موت كاينه وتكون خليوني هما لا نضحك ونتنزه. الحوز هو السيوان كل شي باذن الله. اصبر على المحال حتى يفرج الله. يعطيك الصحه. وين سمعتك انت سقسيت؟ قالوا لي دار فتلاون تفوت شويه في الجمال يهود. لا راه كيف فتي جمال سفير. ودك مالا واش ندير؟ كملي معاه الجنيقه، تصيبني واحد التويقه، نشبوها في الصفر والخطر مع المغفره كالوري. اسمع واش راك تهضر؟ واش في بالك غير نتشرب؟ ما والو. كيدو على الفطار ولا كالوري؟ صح. هذا الشيء ما دخلك. الشهر يفهمك، اللي حب يكري يقصد التويقه اللي فيها الكالوري، واللي عينه في الشراب يقصد التويقه الاخرى. يا إما بالسروال ولا حاجبين بنات اليوم شحال متعصبين. يا أختي الله يخليك. إيه اتكلمي راني نسمع فيك. وين جدال كراكو؟ واقيلا من باب البحر طلعت تكركو بعد مساحة الشهادة باش نصروا المضرب هذا. يا أختي قداش نلهتو. شفتي اللي سقسوني حكينا قصته. وين جدال فتلو المجبود؟ على در عمكم مبارك لك الناس بسبع عائلاته وخيار الناس. زيدوا شوية فوق الدروج تما تلقاو الزبروج. الطاقة الخضراء دار الشعبي معلق فيها بابا غاي. شفتي الشادي الاخر قالنا كناري. لا لا والطاقة الصفراء دار الحوزي شوية فوق دار الداي. مالا وصلنا سركاجي؟ معلوم راكم في باب جديد. يا اختي اجي اجي. شفتي لو كان عرفنا كان طاكسي هو اللي وصلنا. انتوما باين عليكم جيتو من بعيد. جينا من البقعه يسموها خزرتونا. وانا يا لالا من العين السخونه. يا بنتي الله يهديك واش بيت مقرونه؟ لا لا يا سيدي ما تغلبليش. نسميوها حنايا الملوخيه، الجامبو، حالمومبو، رامبو. هما لهيه يقولوا لها الجناوية. ماشي انت يا وليد القصبة باش تجوزها عليا. عمي يا عمر بشوية بلا ما تضاروا. هاي قالت واش قالت يوم جبت معك بنيكيت. راك تعرف السوق على 40 دولار فايدة تعيش واحد انت راك في البرودة قاعد هنا تروح. على سنانتك أكلي جيب له كازوزة. قل لي وش هاي العجوزة؟ مازال ديما معك فرع من عمرك. الله يجيب الشفاء ويطول العمر. راك شافي على سي يوسف سيا ياك الخوق دابا بحالو توقتو سيكو البيع. معلوم سي يوسف الله يرحمه. يا حسره هذاك الوقت اليوم نسيناه. اليوم مع وليدو عبد الكريم تلاقيت. هو كنت نعرفو مليح لكن وليدو واش نقول لك نسيت. تعرف بناتن كل يوم شويه يتاه
حتى ساعات نبقى مستعجب. شرع لي جوج ديون وربع محاجب، انا عقلت وما قلنيش. اسمع حبيبو، انا هاد الكلام ما يهمنيش، اعطي لي على الفايده ولا فيها شويه زياده. اسمع، ريح على بعيد والا نخبر خوك عبد المجيد. هذا كان بكري، واش من سيار؟ امير القصبة. هذاك شي زمان، مع لي توريزم، وقت الرومبا والتشا تشا تشا والتويست. ما اليوم، واش قطعت من سيادة؟ اللي يرضى صبعو يحب يحكم القيادة. يا الزبير، مانيش على أصحاب القوم، صبات كحلو بيض والبرلنقو في الحلقوم، على السيادة تاع الحوت. أنا بعد عليها نموت. يا لو كان عندي اليوم فلوكة. بصح قولي منين دبر المازوت. الله يهديك يا اخي عقلية. سمعت عنده الحانوت الكبيرة في القبة. مالا نعزي جراتو الساقية. يبيع المنقوش قشر القديم جلاتي عبد الكريم. الطونوبيل ديالو تفوت 100 مليون سنتيم. هذا باين تاجر يعرف يعيش. قال يخدم غير مع ليليش. يا بو علاف، على الناس هادو ماذا بك ما تفتيش. أواه سامحني، أنا بكلامه هذا ما شبعنيش. وتوحشك الحبيب يا القصبة، قولي اش جرالك، ناسك رحلة وحيوطك كاتريب. بقيتي مرزمة ومشات رجالك تاع الشدة والوقت الصعيب. بقيتي مرزمة ومشات رجالك تاع الشدة والوقت الصعيب. كنتي الغلبة الغلبة الغلبة، وضحيتي المغلوبة، وعادي زاحف فيك بنيان الجديد. يا القصبة يا الشابة شابة ويا الشابة، وانتي رايبة وناسك رحلوها للبعيد. تماما فمنا بإذاعة الجزائر. وين راه الكور المدفع اللي كان يحمينا؟ ومن بين اخبارنا الثقافيه توال مدفون في قاصور مسطط راشي ما يقدر يدفع. الجزائر العاصمه، ان منظمه اليونسكو اعلنت امس بباريس عن تصنيف ملف القصبه في قائمه المناظر والاثار العالميه التي يجب الحفاظ عليها. وعلم في هذا السياق أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم المساعدات التي يمكن توفيرها للسلطات الجزائرية المكلفة بتحقيق المشروع. فهنيئا لسكان القصبة وهنيئا للجزائر. بو فتيحة، خرجتي القلال؟ أوه يا مرا نسيتي، ياك اليوم يقطعوا التليسيتي وبلا ما يخبرونا. يخي عليك. لا بنادم راه شاهد، كتبوها في المجاهد. ملكة كي صبحتي؟ لاباس، انتوما من المخالفة؟ ان شاء الله انتي ورضوان يخرج اسمكم في الجرنال ونلاقيكم بقوجات والويلة. يا اختي انا ناوية ندير الويلة باش نفرح ببنتي ونعرف تحبابات كيف الجيران. ربي يكمل لك واش تمنيتي، ان شاء الله ينجحوا في الامتحان. ان شاء الله يا ربي. شوف اوجه حميده، واش كان يخلق علينا وليدو؟ انا بابا راح مشغول البيت. خليه غير هو اللي ما يسمعش في ربي عندو. اسكت وانت، اش معصوب من عندو؟ هو العزيز يقول عندو قرني في يدو.
صحيتو اسلام محمود جاتكم ربي يا ولاد ولا عطيتو كان عندنا تيعات محقلي واش شربو صحه ولا والو انا ديال بولو في ليو وين كنت البحر حبيبي كنت في زياره مهدوفه وين في بلاد الخلوس يوفا لا لا في قلعه معيوف القلعه معيوفه نحكي لكم ما صدقونيش يا وكان شفتوا ديك المدينه القديمه كيفاش متحوفه وين جايه هذه المدينه اللي هي في لا بومبات على الارجنتين ولا في جزر المالوين المالوين الا في اسبانيا صح معليش انا غير معايا ريت حياه ديدو القصبايه فكريه الناس عارف يعيشوا في الغربه انت طمع تحيها بعد ما في يوم وليها شوية عقلية بالقيشة والتسويقة تعود التوريشي تزاحمو كما ليا في دار السويقة رحت تاني جامع الزيتونة وخليتنا مطيشين في هذه المدينة المعفونة جو الشهر في بالما دي مايوركا بلاد رودريغو غارسيا الورقة تسمع العزيز دار فيها زيارة خفيفة وبخلاص بزنجة مع المعرفة يما يما نخلص في زيارة تما تعرفي فتيحة البارح شفت منال كنت في غرفه في الظلام ايه هادي بشرط الخير دخل عليا واحد الحمام جاي فرفر من قبه الجامع الكبير ايه جوزي شوفي لما بقيك الكلام وتفسرهولك بالتمام من بعد شويه كنعاونها في الطعام يا طيبتك سكسو انا طيبت مقطفه كيما في شهر الصيام احسيها وحدك ما تسقسينا ما سقسو يما ماشي حق عليك سمعي انتي حلي مليح ودني كل واحد عنده مقامه ويعرف كيفاش يسير تزرامه صافي انت لما واحد مخلوقه عندك فصلة حلوه شابه صغيره ولا عجوزه مخروفه كي تشوفها دارها المزعوقه عندها راس الكعلوفه بصح في دوخه خمس ثقافه هي تاني بحال خالتي دوجة على قش القديم من الهوفة هاد الخطرة انت نقول صحة لي فرجة تعرفوا بلي ما قالت لي هدف في فتا ظل على قش متاع صدف عندها في ظهرها طوجة مرايا وتخلي ديال خالتك بايا اشي بايا واسمها دوجة يزيد كمل وين هي الفرجة قلت لها شحال نصبر وشحال نرجع على زين فرق ديال البهجة حكيت لها لحال فوق صبا واش بك هبلت باش تقولي لها ما تحفت لها شوال هاد العقل راح خالتي شوف انا وحدي نجيب الكافلة سواح يا باش يجي يزور الزبل والفوحة اسمع سوليك عندي هضرة مع صديقة ما عليه يا سيدي واخا باش كنت تطمن الدرك يا اخي تحصل الخدمة ما تفرات هاجات الحويجة دايما صبر نشوف المدخول باش نقول لك بونك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورسك عليك هذه يوسك سكيتا انت عبرت ما تعرفوا هذا ورسك نمشيو مع الوقت هذا في الديكان بنادم يعصروا ولا يلعبوا بالرجوله قال اسمع يا خويا مبارك الوقت اللي انا نعطيه غير عشنا الدار يا حسن على المعيشه البنينه شاشيا الصلاه في ساحه الجنينه وشاشيا اسطنبول انت مهبول راني شافي على فريد سوا انت ضغط الفقيره تنظر تطلع على طول النهار خليك الخضار مازال فضو قليل الخيرة الخضرة الزعبة زي وصل مدينة بديك تشدانا الحنينة من جنان مصطفى غايت من سبيطار الداي راح تهضروا على الترامباي والحمار نسيتو على البولفار يا حسرة انا قدام من زوج السكوار شحال تحلى لي كيشوف دراري صغار جوج صور ديك يعاونو ضربو في الحمار حاشاكم حاشا الله واسبوع عاد لي زافيش تاع السيركا مع مازال عندي واحد بالدار كنتو غير الخضراء والحمراء ورمز المصروف نسيتو الله الله هذا ملي نديه لا علمتينا هذا بلول الاعلام شكون يسمع فيه؟ ماكاش اللي يسمع فيه الوقت هذا الابيض كنا نعزوه زمان ماكاش يسود الكحل في قلوبنا وسيدي ربي عز وجل كان ساطينا الله الله هو بدت كرسي الحجة زين الصفات اسمح لي كرسي هذا شحال هو اللي جي سوا مهنا موحال لا باش بنادم يعرف قداش لازم له يصرف ولو كان نشوى تجيه ومن بعد يحب يشري
هذا الكرسي للذوع الرفيع وماشي من ولا اللي يجلس عليه قدام باب الدار ولا الحانوت ويقصر مع جارو مول الحوت. حاجة دارة باين غالي. تعرف كاين واحد كيفو في دار خالي. اهو موحد باش كاين واحد يشبه ليه. سبحان الله راني نقول لك كاين واحد بحالو متحوف ومنقوش. يا خويا تسمح لي ما نبيعوش هذا الكرسي هذا اليوم راه يسوى 10 ملايين. شوف يا سيدي انا عمي وانا عندي ب15 ما سلمش فيه ولو كان يذيع لي نبكي عليه. راني فاهمك اللي ذوق الفن سيبو عليه ديما يتمحن. هذا الكرسي هذا شانو عالي وفي هذا الوقت الحالي كاين خوه راهو يتمولك في قصر في حيدرة والثالث ما نعرف وين يا مندرة في المتحف في الخارج توالي ولا في الفرناق والله عالم. مال علاش تديرو في الفيترينة يا خويا في هذا الوقت عينا. اسمح لي نحب نعرف. انا من بكري عندي قصد وهدف باش اللي يشوف هذا الكرسي بتاع الصدف يتفكر العصر العظيم وما يخلطوش مع القش القديم اللي يبحث عليه الخرداجي. يا حبيبي الحاجة الشابة اللي ما عرفلاش قيمتها تولي خشبة. صح ولو كان جيب لك خوت دير نفتح له باب القصر ونرحب به. اما لا فكر مليح ومن بعد اجي. ها هاي شوفوا سيدي يمشي في العروس اللي ما تجي زوخ بحبه الفقوس. واش هذا العسى على الشايب والشباب حبي تبهدينا مع الجيران والحباب. ايك في بهجه ادرك شكون سيدي ابو بابا. يوم على اخويا الزبير النولول في حياته هذا هو النهار الاول اللي جاب لي سيدي دلاعه. يا اختي ركبتي لي الخلعه. يا مريم وقيلك اش واحد ينجح في الباك. يما خلينا من هاد الهضره الله يرحم بابك. مازال ياك نسمعوا الخبر في الراديو. ما نعرف هذا شو بلو لكن والو الناس راهم يتمتعوا بالتلفزيون تاع المقله بالبارابول والفيديو وحنا نجروا لتاك نطلو على خاطر كاش معوج ولا بقله مواليه باش يزوخوا به عليه يولولو. يا بنتي وعلاش عليك هذه الكرينه لو كان عطا ربي تغندي وتزهينا. ايه نعلي ربي يفرج علينا ونبعث القفطان لمولاتو في الروينه. يا بنتي الحين من بالك كل خير وسعي خاطرك وربي يجيب ساعه الخير. زبير جيت نشوف خالتي دوجة. يا اخي نقدر ما فيها حاجة. ولا ضميت الحبيب يما اجي زبير باش يقابلك. انا بالك واش دير لك. اوه على سعدي وانا واش يحب عندي قولي له يشوف مع بعلم. ما عندك انت باش يشوف ماني. يا طفلة ما زلت تبدا تسريني. شوف توا نقصوا علينا الكلاب كان قبل ما يدخل فوق الكرسي صدوني. يما علاش هكذا تعبيني. يا
زبير على سلامتك. الله يسلمك. جوز تشوف خالتك. حاجة كي مشيتي؟ نصيك بالخير يا وليد. واش راك؟ راك تشوف الحالتي مشتاقة خارجة. بصح مشتاقة هذه عندك فرجة. جوز تقعد. يا حسرة على يمك في الروجة. كانت كتلقى هي والبهجة بنت الفناس. يجيو لعندي نحيو عليا وسواس. اسمعي، لو كان تقلقك صالحة قولي لي نعطيها طريحة. لا لا يا وليدي، اختك طفلة مليحة، انا معايا ماشي قبيحة. انا جبت لك هاد الحويجة مرملة حلوة وبالطبع. الخضار قال لي بنتها ما تنشبع، غدوة نزيد نجيب لك زويجة. لا تشقيت روحك وانت بلا خدمة. سبحان الله، كنتي كيما. ايه دايما تفكرها الله يرحمها. زبير واقيلا بدات تخدم. مازال، بصح عندي حاجة في البال. يلزم نعرف كيفاش نصدم باش بنادم يعيش ويتنحى عليه الندم. الله يعطيك العقوبة اللي تنال فيها الدرية والمال. وتاني الزوجة تكون بنت الحلال إن شاء الله. مريم خديها وفي الثلاجة خبيها. قيلها بزاف هاد الماء. هاد الولد عطفها تقول بالليعة. توالا ما تخلي يشوف الحاجة. وش داها تما؟ هي من مازالت الحومة ولا راح يشري كش حاجة. تعرفي وين دواه الروماتيز؟ ايه صار خلاص بالدوفيس. لو كان يحبني ربي يا زبير نجيب الماء من البير. معليش اعطوني بيدون بصح الماء تاعنا مخلط وسخون. ماشي من عندكم من بير زمزم. من الكعبة يلزم، هذا هو الماء اللي يشفيك ان شاء الله يا وليدي. ومن بعد ربي يسهل عليك. انت ثاني حب تهضر كيبو علام. حبوني غمض عينيا والسلام. لا لا اسمحي لي ما فهمتينيش. انا يا وليدي نحب العيش. هاد الخدمة فيها عذاب. راني كسرت البرا. حجة الكرسي هذا اللي رايت عاد فيك لو كان تخلينا انا نتبرع عليك. مريم روحي شوفي الباب. اسمحوا لي انا نهرب. فتيحة ما عطينا له والو يشرب. لا لا صحة خطرة أخرى. الحجة محلاها معاك القصرة. يا بسمة وراك البحرة. يما زلنا عفرجة قاعة في القوس. أو بعد عندنا العنب عندنا الكرموس. هيا روحي شوفي شكون. يا ما كنتي لاباس عليك ولا ركبوك الجنون. راك هنا عند الموندي. خذ اللي جابك لعندي. اسمح لي جيت نشوف العجوز. فاكو جيت كاش ما تكرط من عندها. تعرف واش عليكها؟ علاش رجعت انت طبيب؟ خذ نصيحه من عند الحبيب. الكرسي هذاك تاع الجوز. جوز؟ الكرسي تاع الخشب المنقوش. صار هذاك جوز ولا ما عرفتوش؟ ايه اليوم لازمنا فوتوي تاع الحديد بالروادي موديل جديد باش تبرم الروماتيز. ما يفيدها غير المانيتيز. عمرك ما سمعت بحكمه الخنخر؟ قلنا لها عليه شحال بصح باش نلبسو بوحال. راك تعرف العجايز كيجيو من الهبال. لو كان تحب نجيب لها فوتيل وحاجة مليحة. خليني نخمم حتى الغدوة في الصبيحة. يما نقولها وجا ما جاب معها حتى حاجة. خرج من دار خالتي توجا. زبير شكون تدير تما؟ ادخلي يعطيك غمة حاجة توجا كيما. لا خليني نهضر نقول كلمة. الحوايج مسخين اختك صالحة والباقية دار فاتحة. ايه هذه مليحة. وقيلة كيما ولا على طريحة. وبعد لك في الحومة. وعلاش ما تعرفوا غير الدواس هذه حشومة. خليني نهضر في الطومة. اليوم راكي طلعتي بدرجة راكي تعرفي خوك الزبير إلا طلع له الزبل يرميك في قاع البيت والجيران شبع فرجة. ايه وكي يجي عبد المجيد ونقولوا هذاك خوك اللي راك توكلو وتكسيه راهو شيت للحجة. واش بها هذا ما تذبح كاش واحد راه فيها يذبح.
إما اللي فيه طبيعة ما ينطبع. وقيل على جلد الله بالطبع صالحة غاد هالحال بو عليها هذا عيد. ساعة على ساعة يجيها الهبال. يا بنتي المشتق حاله صعيب. متوفرة في الأكشاك كل اثنين وفي كل أسبوع. لا تترددوا في طلبها ومطالعتها. فتيحة الولد شفتيه؟ شكون؟ خويا القصير؟ لا لا بات العلود خوها الزبير. ايه كان يهضر معك وانا نميز فيه زعما يستحي يحبط في عينيه. وقيل الخطبة هي مقصودة. اوه على سعدي نندب عليه. انا خطيب بحاله ما عندي رغبة فيه. لو كان هذا هو نصيبك بالسيف عليك تاخذيه. لا لا يروح يشوف دار اخرى يجرب حدو. رأي بصراحة. شكرا عليكم ولينا الدار. كاش جديد في حسن الجوار؟ على سلامتك بابا. مراد اليوم تاني تراك نسيت. يا فتيحة يا بنتي خلي الراجل يتنفس في البيت ومن بعد كلميها على بدون الزيت. بوه علينا بوه رجعنا نشتاق وناكلوا لي فخيت. يا مرا في بالي راني وصيت على واحد اصفر اخضر ومعمر. يا ناس وعلاش هكذا بنادم شاقي طول العمر؟ البيدون الاصفر الفارغ راهو يطايش والشعب فرحان في وسطو عايش حتى اصبح فينا يستعمر في كل جهه في كل مكان في كل شارع بحال الخشخاش الاحمر الهايج على بحيره الزرع. فديها شكون شال هذيك الدلاعه؟ واش بك يا ولد ركبتك الخلعه؟ روحوا دوقوها خرجت صنطة قلع. سي بو علام انا هذا وين جيت هاك شوف ما عندي ما شريت. خلاص عرفت شكون هذاك العبريت. اما لك عرفتو وعلاش سقسيت؟ اسمع بو علام ما راكش هنا شيخ الجماعه؟ مراد زبير خو صالحه جاي طلع على يما وجاب معاه وجد اللاعه. دخل دقيقه يشوفها في الصالون ومن بعد على خطو صالحه جاوها الجنون. يا اخي علون يا اخي عايش لا خدمه لا قدمه وجات السخاوه في هاد الساعه. مراد سمعت الخبر في الاذاعه؟ انا في الطاكسي تاعي راهي مقطوعه وراديو تروطوار هي اللي اكثر مسموعه. لا جوز تحبي المرض ديالك يجوز. يا ولد بركي ما تقلق فيا روح للهيب واسكت شويه. يما خليني ندبر عليك هذا الكرسي هو اللي ويتعب بك. لا 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 انا اللي بنيت هذا الساس وانا عليه دايما عساس. يا ولد بعد عليها يكفي ادي الدلاعه وروح رميها. انت هذا ما تعرفي غير انا نهضر كلمه تقطعيها. اسمعي انا هنا ماني زبال. بوه يا ولد طبيت منك الموحال. معليش خالي انا نستكلف بها وباش نرمي والزبل مازال مزيان. طب لا فاهمه تهضر هيك كلام العقال. والتلفزيون نقدر نشعلها ولا مازال حال؟ باب دارك مفتوح سألت وين هم جيران الحومة. وريان بلوان مشبحة سطوح وين ياقوت روزة وفطومة. جيت
لقيت باب دارك مفتوح سألت وينهم جيران الحومة وريان بالواد مشبحة سطوح وين ياقوت روزة وفطومة قالوا لله بسرنا لا تبوح العشيق مشى والمعشوقة مظلومة قالوا لله بسرنا لا تبوح العشيق مشى والمعشوقة مظلومة واش من سبة مسبة مسبة خانوا المحبة زادوا عن جرحك جرح جديد يا القصبة يا شابة شابة ويا شابة وانتي رايبة وناسك حلوها للبعيد البهجة في محطة ست الحطة الجزائر يا الجزائر ما غيتش بتلك والقصبة مقابلة البحر شبيحة المدينة تعرفوا واش قريت في الجريدة؟ خريبة ولا حاجة جديدة حويجة خلاتني نتبسم يقول فيها صاحب المقال بلي تزاير من أشهر العواصم طبعا نحب يقول العربية قولوا يكفي ما تقعد بيها يا الجزائر محلى علامك يا الجزائر محلى علامك اخضر وبيض ونجمة وهلال تواتينا نطلبوا الله نطلبوا من الله نطلبوا من الله يوفقنا ويحميك عمري 10 سنين شفت طيارة امريكان تحوم فوق بلاد سيدي عبد الرحمن هيا خلينا نمرقوا ليان زعما انت عمرك فايت 60 لا في فيل ب 52 بومباردي ب 52 شفته في نوفمبر 62 يلعب فيه كان لندن يقول صاحبه شوف القصبة زينة البلدان يا حافر على ناسها شجعان هذاك الوقت كانت بيضة كي الحمامة ما اليوم باش ترجع كيما زمان يلزم يخرجوا من القبر هذوك القدعان اللي سقطوا مرفوعين الرصان الله يرحمه ويوسع عليهم عليك مدام خير عني مسوان يا غالية شوف من سيركادي للبولفار مساحة الجنينة للسكوار كل شيء هنا الجزائر لازمو 20 ريتلات وجبير زوج تاتي تاع الجير ومنار وذاك الوقت ربما